صباح الخير مره ثانيه، اهلا بكم معنا في فقره صباح المصري. هتكلم عن فقره مهمه جدا وهي خاصه بالزراعه. طبعا احنا عندنا الاراضي الخصبه، اراضي الدلتا والزراعات والمحاصيل التي تنشا او تزرع في هذه الاراضي طبعا بشكل كبير جدا، لكن بنحاول او بتحاول الدوله ان تتوسع في الزراعات وخاصه في زراعات المناطق الصحراويه. طب الزراعه في المناطق الصحراويه اكيد تحتاج الى مياه جوفيه، تحتاج الى سياسات مختلفه، تحتاج ايضا الى تكنولوجيا واستخدام للمياه بصوره مقننه. هتكلم معاكم النهارده عن الزراعات في الصحراء وكيف تبدو وافاق المستقبل بالنسبه لهذه الزراعات مع ضيف في الاستوديو اللي مشرفنا النهارده الاستاذ الدكتور شريف فياض، استاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الصحراء. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. طبعا هنا عندنا اراضي الدلتا طبعا الخصبه والتربه الجميله واراضي الصحراء. ايه الفرق بقى بين الاراضي اللي فيها تربه خصبه، يعني الاراضي اللي في مصر موجوده ومعروفه، وما بين الاراضي التي يمكن ان تزرع فيها الزراعات والخضروات والفاكهه في الصحراء؟ صباح الخير اولا على كل الشعب المصري، وصباح الخير لاهل السويس وناس تصرف اكتوبر. اولا طبعا هناك فرق كبير جدا ما بين الزراعه في الاراضي الصحراويه والزراعه في الوادي القديم والدلتا. نتيجة حتى البيئة الصحراوية مختلفة عن بيئة الوادي والدلتا. عندك الصحراء تتميز مثلا بهشاشة الموارد، الأرض مش خصبة كما خصبة الوادي والدلتا، ندرة المية ومصدر المية، عادة الوادي والدلتا مصدر مية سطح نهر النيل، لكن ندرة مصدر المية عادة بيبقى في مياه جوفية أو حصاد مياه أمطار في بعض الأماكن. وكذلك ايضا الاسواق، عندها هنا الاسواق قريبه جدا للتركز السكاني، هنا مفيش تركز سكاني وبالتالي الاسواق نوعا ما في بيئه مستهلكه اكتر. طبعا فيها بيئه مستهلكه. النمره الثالثه وهي القوى البشريه، هتلاقي هنا في قوى بشريه لهم تاريخ في الزراعه في الوادي والدلتا، لكن في الصحراء السكان الصحراء ما لهمش تاريخ مش زي الوادي والدلتا ان هم يقوموا عمليات الزراعه منذ الاف السنين منذ المصر. كل حياتهم راعي يعني. تعداد يبقى الراعي او تجاره على حسب الايه المنطقه اللي موجودين فيها. فبالتالي هناك فرق كبير جدا في نتيجة اختلاف الموارد الطبيعية بين هنا وهنا، فبالتالي نوع المنتجات التي تنتج هنا مختلفة عنه، حتى لو كان نفس النوع تلاقي البرودكتيفيتي أو الإنتاجية هنا مختلفة عنه. والجودة؟ هنا أستطيع أن أقول نتيجة عمليات التلوث اللي بيحصل في بعض مناطق الوادي والدلتا نتيجة الأوفر يوز بتاع الصرف الأسمدة والمبيدات وعمليات الصرف وقربها من مناطق التصنيع وقربها من مناطق التكدس السكاني، فالبيئة الصحراوية والاراضي الصحراويه ان هي بتبقى كجوده من ناحيه الكواليتي افضل شويه من الاراضي القديمه والوادي والدلتا نتيجه عوامل غير زراعيه زي التكدس السكاني، عمليات الصرف الزراعي والصحي. التربه نفسها بتكون ملوثه حتى، يعني التربه نفسها طبعا في الوادي والدلتا ممكن تكون اكثر ملوثه، فبتاكل ليه بالذات للفاكهه وبالذات للفاكهه والخضار والورقيات بشكل اساسي. ومن هنا هتلاقي نوع التركيب المحصول هنا غير نوع التركيب المحصول هنا. يعني مثلا في اراضي الوادي والدلتا هنلاقي ان هنا مثلا بتزرع قط، بتزرع رز، بتزرع قصب سكر، بتزرع حبوب زي الذره، بتحتاج برضه مياه كتير، وبتزرع برسيم، يعني بتحتاج مياه نوعا ما مرتفعه، بتزرع المنتجات اللي ليها مياه كتير وفي نفس الوقت عايزه تربه ثقيله تقيله زي القط مثلا. ماشي. انتاجيه القمح هنا مرتفعه عن انتاجيه القمح في الاراضي، وهتلاقي كمان القمح نفسه يتركز في الوادي والدلتا، يعني مصر كانت بتزرع 3.2 او 3.5 مليون فدان قمح، هتلاقي مثلا الاراضي الجديده كلها على بعضها بتنتج حوالي 600 700 الف، لكن الاراضي القديمه هي اللي حوالي 2 مليون وي او اكثر. كمان الحراره طبعا نتيجه الحراره هنا عوامل طبيعيه طبعا، ان هنا لما يتميز مناخ قاري اكتر من هنا في مناخ البتاع. النوع التركيب في الاراضي القديمه الجديده بقى نجد مناطق زي مثلا الزيتون، محاصيل تصديريه، نباتات طبيعيه عطريه، نباتات خضر وفاكهه زي الزيتون زي التين البرشومي زي العنب الجوافه الرمان، حاجات تصديريه. ومن هنا هنجد ان السياسه الزراعيه في الوادي والدلتا في الاراضي الجديده الصحراويه تتسم بان هي سياسه او منتجات زراعيه بتعمل فاليو ادد عالي، بمعنى ان انا اقدر اعمل لها عمليه تصنيع وعمليات تصدير واقدر ان انا اوفر. وهنا السياسه الزراعيه لمصر في الاراضي الجديده ان هي جزء منها ان انا ازرع منتجات بحيث ان انا اوفر فرص عمل دائمه، لان لان مشروع الاستصلاح الاراضي مش بس ان انا استصلح ارض، لا ان انا هاو ان انا اخلق مجتمعات عمرانيه جديده. طبعا مجتمع عشان اعمل مجتمع جديد وتعمل توطين في المناطق الصحراويه وتوطين كذلك، وعشان اعمل مجتمع جديد مش بس الزراعه، لا ده انا عايز فرص عمل، عايز فرص عمل دائمه يبقى تصنيع،
تصنيع غذائي، عايز فرص عمل دائمه يبقى تجاره. فانت بتعمل مصانع، بعمل مصانع للمنتجات من المنتجات اللي هتنتج في هذه المنطقه الصحراويه طبقا لطبيعه التربة وطبيعه تركيب المحصول وطبيعه المنتج اللي هينتج. بس هنا برضو دكتور في تكلفه كبيره طبعا، لما تعمل مثلا بئر مياه جوفيه بيكلف كتير في الجنيه. صحيح صحيح. هنا بقى التكلفه في المنطقه الصحراويه زياده. ايه المشكله؟ طبعا احد المشاكل الاساسيه في عمليات التوسع الراسي، التوسع الافقي في عمليات الزراعه، وهي التكلفه الاقتصاديه. التكلفه طبعا انت بتاخد هنا مورد ميه وادي جريان نهر النيل، لكن هنا بتاخد مورد ميه من اراضي جوفيه على حسب الخزان الجوفي. في خزانات جوفيه على بعد ألف ممكن تحفر وتكلف ما تلاقيش ميه. لا بيبقى خدين دراسات جيولوجيه ودراسات بتوع التربه بتوع الاراضي وبتوع الميه، هم اللي بيقولوا المنطقه دي فيها ميه وعلى بعد قد ايه ويمكن لكن تكلفه مكلفه ممكن تمسك مثلا 1000 متر او 700 متر او 300 متر او 50 متر على حسب الخزان الجوفي اللي انت بتاخد منه الايه الميه. فطبعا دي تكلفه ما حدش يظهر، ولكن عشان تغطي هذه التكلفه مرتبط بالنوع المحصول اللي انت تنتجه عشان تربح وتعمل له فاليو ادد. يعني مش بس انك تنتج خضار وفاكهه، لانك تصنع الخضار والفاكهه، تعمل منتجات غذائيه اللي هو فود بروسيست اندستري، فبتعمل فبتزود الفاليو ادد اللي هو القيمه المضافه، بتوفر فرص عمل دائمه، بتعمل مجتمعات، وتدعم للتصدير، فبتزيد. فممكن هنا تتحول الزراعه اللي بتعتمد على مورد ميه جوفي الى انها يبقى فيه تراكمات راسماليه مرتفعه، فبالتالي يبقى فيه مربح. عشان كده يمكن ده الاستثمارات الكبيره مهمه في مثل هذه المجالات. صحيح. الزراعه الصحراويه. صحيح صحيح. الزراعه الصحراويه عشان نستطيع ان احنا ننجح في الزراعه الصحراويه، موضوع التفتت الحيازي والمساحات القزميه ما تنفعش. انت عايز بالظبط، انت عايز استثمارات كبيره جدا، 100,000 فدان، 50,000 فدان وهكذا، فدي الشركات، او ان انت تعمل عمليه اللي تديها ل 20 30 فدان للافراد، ولكن يبقى التجميع بحيث ان انت تكون شركات او تكون اتحادات شركات مساهمه صغيره تستطيع يبقى في الحاله دي كل واحد مثلا 200 واحد كله عنده 20 يبقى 400 يبقى 20 فدان، يبقى بحالي 400 فدان معاهم يستطيع ان هم ينتجوا منتجات تستطيع ان هي تبقى فيها مساهمه صغيره. وده اللي بتعمل نوعا ما في منطقه زي منطقه المغرى وهكذا. منطقة المغرى المغرى فين؟ في شمال شرق وادي النطرون او منطقه هنا برضو ان هو عباره عن مساحات صغيره، لكن هناك مشاكل طبعا، مشاكل في المايه والكلام ده كله، لكن بيبقى شركات مساهمه صغيره بيبقى كل واحد على فكره. اتعملت مثلا انا من الصعيد، اتعملت في اسوان في وادي النقره. ايوه عارف وادي النقره في طبعاً يعني في كوبومبو في مركز ادفو وما حولها، كان في صحراء كان بيدوا كل مواطن مثلا 5 فدان وبيت صغير ومغزى يعني جاموسه او بقره بيعيشوا اسرته. دلوقتي كل او معظم المحاصيل للتصدير مباشره. ده صحيح. كان تلب عنب زي ما قلت حضرتك بالظبط. هي ليه؟ لان طبيعه منطقه عمرانيه كبيره جدا، لان طبيعه مدارس ومستشفيات لان طبيعه الزراعه فيها، طبيعه الانتاج النباتي فيها، عشان تنجح في الاراضي الصحراويه لابد ان تتجه الى محاصيل مش المحاصيل التقليديه اللي احنا عارفينها. لا هو بس اولا انت تستقر في المكان، ما عشان تستقر وتعمل بيت بقى عشان تبقى خلاص انت مباشر، عشان تستقر وتجيب اسرتك لازم في دخل ثابت. هذا الدخل يبقى مرتفع يديك حياه قدمة. بالاضافه الانفراستراكشر، بنيه اساسيه لابد ان توفرها زي السكن زي المدارس زي الوحدات الصحيه والرعايه الاجتماعيه والكلام ده كله. تجربه ناجحه جدا. صحيح صراحة. صحيح صحيح. وفي سينا برضو احنا وفي سينا بتعمل مثل هذه الاجراءات، ان في بعض التجمعات الزراعيه في سينا برضو بتعمل مثل هذا الاجراء، وبيبقى في كل واحد عنده مثلا بخلاف الشركات الكبيره العملاقه اللي بتنتج زيتون والكلام ده، لكن في كل واحد بيبقى عنده 20 حوالي 20 فدان في تجمعات زراعيه، وفي مركز ارشاد زراعي بحيث ان هو يوفر المستلزمات الانتاج. انت عارف ان سينا بعيد عن القاهره وفيها الشروط الامنيه والكلام ده كله، فبيوفر مستلزمات الانتاج الزراعي ويوفر عمليات الارشاد الزراعي. كل حاجه قريبه بالنسبه لك. فبيوفر مستلزمات الانتاج الزراعي ويوفر الارشاد الزراعي، ده مهم قوي الارشاد الزراعي، على اساس ان انت بتعرف المنتج الزراعي ينتج تزرع ايه والمواسم والاسواق بتاعته والكلام ده. صحيح. وبرضه هنا انت عندك حضرتك يمكن الجهود المبذوله علشان تستثمر في الصحراء اللي هو مد شبكه الطرق. طبعا بص، عشان تنجح زراعة الصحراء بجانب الحاجات العوامل الخاصة بالبيئة الزراعية نفسها أو بالقطاع نفسه، هناك عوامل أخرى مكملة لقطاعات أخرى أساسية كمان. بالضبط، زي مثلا قطاعات النقل، إنك تعمل مطار، إنك تعمل ميناء، قرب المنطقة من المواني، تطوير المواني، يعني تطوير ميناء الدخيله وتطوير ميناء الإسكندرية وتطوير المواني دي كلها أو ميناء القصير، كل هذه المواني
مينا الداخله او الميناء او ميناء البحر الاحمر، كل هذه المواني ممكن يبقى بيئه اساسيه مساعده للتصدير. الطرق وسهولة الربط ما بين مناطق صحراوية ومناطق التصدير أو مناطق الاستهلاك في الوادي القديم. دي كلها برضو الخدمات على الطرق نفسها برضو وفر. الخدمات على البيئة الصحراوية أنك أنت تعمل وحدة صحية أو مدرسة أو تطور بنية أساسية زي عمليات الصرف أو تعمل كوميونيتيز مجتمعات إسكان. فكل مثل هذه بتخلي المزارع استقر، بتخلي المزارع استقر وبتخلي كمان الحياة أسهل لدى المزارع. بحيث إن هو لو عاوز يوفر مستلزمات الإنتاج أسمدة تقاوي مبيدات يقدر يجيبها بسهولة، عاوز يسوق منتجاته يقدر يسوق منتجات سواء للتصدير في المواني أو للمطارات أو للأسواق الداخلية في الوادي والدلتا في القاهرة واسكندرية وغير مثل هذه المناطق. البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومحطات طاقة، دي كلها عوامل أساسية لنجاح المشروع. صحيح. المشروع مش بس متخصص في الزراعة أو اللي نجحه بس عمليات الزراعة متكاملة، لكن هي عملية متكاملة ما بين الزراعة وما بين قطاعات أخرى غير زراعية زي عمليات النقل وعمليات الطاقة وقطاع الطاقة وقطاع النقل وقطاع وحتى الطاقة بتستخدم طاقة متجددة، يعني بتستخدم مثلا طاقة المعتمدة على الرياح على الطاقة الشمسية. بالظبط. دي المجتمعات الصحراوية فعلا. في المجتمعات الصحراوية هناك بعض المجتمعات التي لا تعتمد على الطاقة التقليدية الطاقة التقليدية، ولكن هناك طاقة يعني مثلا طاقة الرياح زي موضوع زي منطقة الزعفران في البحر الأحمر، دي على حسب قوة الرياح في المنطقة اللي بتخدم منطقة منطقة، أو طاقة الشمسية لان احنا عندنا كمان الطاقه الشمس موجوده، فهي الطاقه الاساسيه غير تقليديه اللي بيعتمد تعتمد عليها. والطاقه دي بتستخدم بقى في ايه حضرتك؟ في استخراج الميه من الابار كمان، لان الابار انت بتنزل على عمق 300 500 متر. فعاوز طاقه عشان تطلع هذه المياه، اعماق كبيره عايز طاقه قويه، فعاوز طاقه، فبتستخدم الطاقه الشمسيه. والطاقه الشمسيه كمان انها غير ملوثه للبيئه في نفس، ولكن من مشاكلها ان هي بتستخدم في طول فتره سطوع الشمس وبرضه مكلفة. طبعا ومحتاجه استثمارات، محتاجه استثمارات كبيره ومحتاجه دعم دوله في المراحل الاولى للمراحل المشروع، بالذات لو مشروعات صغيره او مستثمرين صغيرين. عندنا دلوقتي طبعا يمكن محطه طاقه عملاقه بمبان في اسوان. صحيح صحيح صدراوي. فانت عايز مثل هذه الطاقه الشمسيه ان انت تستفيد من هذه الطاقه الشمسيه، انك انت كمان بتماتش او بتربط مع مشروع او فكره التغيرات المناخيه. ان العالم كله دلوقتي بيقول لك مفيش داعي تستخدم الطاقه الاحفوريه، مفيش داعي للانبعاثات الكربونيه عاليه جدا، حاول تعمل سويتشنج لطاقات غير تقليديه غير ملوثه. حتى المصانع نفسها القديمه بتعتمد على الفحم غير، هم بيخلصوا بيعملوا طاقات غير تقليديه زي طاقه رياح او طاقه شمسيه او مثل هذه الطاقات الاخرى، او طاقه نوويه ولكن مع تحفظات امنيه او تحفظات طبعا سيفتي في خطوره طبعا سيفتي عاليه جدا. فمثل هذه الاشياء في الطاقه كمان ان انت بتعتمد زي ما قلت حضرتك ان بتعمل في كثير من الابار بتاعتك بتعتمد على الطاقه الشمسيه عشان تستطيع انك انت تجيب الميه من الابار على اعماق تصل ل 300 او 500 متر تحت سطح الارض من طاقه الابار. هنا دكتور شيف، ده بقى استخدام التكنولوجيا الحديثه في الذكاء الصناعي فقط غيره، في برضه تكنولوجيات حديثه زي مثلا المغناطه. يعني نشرحها ونقول ايه المغناطه دي مثلا. دي تكنولوجيات اخرى او تكنولوجيات زي يعني بجانب تكنولوجيا الطاقه الشمسيه والحاجات دي، ولكن هناك تكنولوجيا عشان تستطيع انك انت تروي المياه بتاعتك بمياه ممكن تكون نسبه الوحده مرتفعه شويه. وهناك بتعمل تحليه كده. لا هنا مش تحليه، التحليه تكنولوجيا لوحدها غير المغناطه. والمغناطه تكنولوجيا اخرى. دي تكنولوجيا ودي تكنولوجيا. المغناطه هناك تكنولوجيا اخرى تستخدم ميه البحر المالحه. لا مش بحر، هي بتبقى لا مش بحر. لان المغناطه لها شرط نسبه الملوحه لا تزيد عن 6000 جزء في المليون. يبقى مياه جوفيه كده، تبقى مياه جوفيه ومياه فيها ملوحه عاليه قوي في الملوحه. لان البحر بيصل ل 42 و38 عاليه. لا البحر ما ينفعش مغناطه خالص، دي حاجه ثانيه. فلكن لو ميه الجوفيه عندك حوالي 600 او 500 أو 5000 سوري 6000 او 5000 جزء في المليون، هنا تستطيع انك تعمل المغناطه. هو عباره عن جهاز بتعمل عمليات المغناطه من خلال الايونات بتاعه الميه، بحيث ان هو يخلي النبات يمتص الميه الحلوه ويتخلص من الملح، ويفصل الملح بقى ويفصل الملح. ولكن فيها مشكله هنا زي ما قلت انها مشكله انها ما بتستخدمش الا في 6000 جزء في المليون، يعني لازم درجه الملوحه بتاع الميه اقل من 6000، اقصى حاجه 6000، ما ينفعش 7000 و8000. واحد اثنين ان بتعمل كل فتره تستعمل غسيل، لان الملح بيتركب في التربه. فبالتالي لازم تعمل نوعا ما من عمليات الغسيل كده، بيخلي الارض تطبل بقى. لا مش تطبل، تملح. الارض القديمه تملح تملح وتطبل. بالظبط تملح.
تبقى لاك. فعشان كده لازم كل فتره زمنيه معينه لازم تعمل عمليات غسيل. ليه؟ طبعا خلي بالك حركة التكنولوجيات الحديثه كلها، كل تكنولوجيا لها ايجابيات ولها سلبيات. فدي احد سلبيات الايه المغناطه في هذه البتاع. ولكن السلبيه الاساسيه بتاعتها وهي انها ما تستخدمش اقل من اكثر من 6000 مش لا 600 دي كويسه جدا، 6000 جزء في المليون. فالابار اللي ملوحتها اقل من 6000 يمكن تستخدم مغناطه. الابار التي اكثر من 6000 لا تستخدم مغناطه، ولكن تستخدم التكنولوجيا اللي عندنا موجوده موجوده لكن مش بكثره. ولا برضو تكلفه لا يعني هي مكلفه لكن تكلفتها اقل من التحليه. اقل، لكن زي ما قلت حضرتك ان هي عيبها ديت نمره 2 ان هي التكنولوجيا مش مستخدمه، مش مستخدمه بكثره في جمهوريه مصر العربيه. المستخدمه اكثر منها عمليات التحليه او لان احنا كمان او عمليه اخرى زي عمليات الخلط، ما دي برضو تكنولوجيا اللي هي معموله في بحر البقر او معموله في الحمام. عمليات الخلط، الصرف الزراعي انك انت تعمل، او المعالجه، عمليات المعالجه. فوجود تكنولوجيا المعالجه ووجود تكنولوجيات الخلط محطات كبيره يعني انت عندك طبعًا. بحر البقر خاصه انك انت برضو بتستخدم المياه المعالجه من مياه الصرف بشكل كبير في زراعه الغابات. دي بقى بتستفاد برضو بيها، بتعمل سياج بالظبط حول الزراعات العاديه. دي بقى تستفاد من الخشب بتاع صحيح الغابات. دي بقى في الصرف، ولكن حضرتك قلت صرف، صرف ايه؟ صرف الصحي والصرف الصناعي. دي الزراعه دي تعمل مثل هذه، يعني انا عمليه عمليات يعني صرف الصحي الزراعي المعالجه عشان تعمل بيها غابات. غابات عشان ايه؟ يا اما عشان تنتج اشجار يعني، بتعمل برضه سياج يحمي، او بتعمل سياج حوالين المصنع حوالين المدينه، بحيث ان هو كمان الاشجار فيها نقطه مهمه جدا انها بتعمل تقليل السي او 2 ايميشن في الجو، او الانبعاثات الكربونيه طبعا اللي في الجو، مهمه جدا. فبالتالي بتحافظ على بتتوائم مع أكسجين. تكنولوجيا اللي هو مع سياسات التغير المناخي. وخلي بال حضرتك ان في مؤتمر التغير المناخي في نوفمبر القادم ستخوض مصر فيه في جلاسكو في اسكتلندا. فمثل هذه النمره 2 هي زراعه غابات. غابات اني بقى انواع من الاشجار، يعني من احسن انواع الاشجار يمكن زراعتها على هذا هو البولوني، شجر البولوني. شجر البولوني شجر كبير جدا، بيعصر حوالي 8 سنوات قبل ما يدي فرع، كل 7 8 سنوات بيتم ولكن شجر غالي جدا، ولكن مشكلته ان هو طويل الامد. يعني عاوز فتره زمنيه طويله جدا، 8 سنين عقبال ما تعمل منه، تاخد منه زي منتج زي المانجا يعني، زي سكه المانجا بتاخد خمس سنين. ولكن عشان تاخد منه منتج كويس. لكن هو كخشب خشب ممتاز. فمثل هذه الزراعات هنا طبعا زي ما قلنا حضرتك ان يبقى عندنا هنا التكنولوجيا المستخدمه في توفير الميه مهم جدا طبعا. طب لو عندنا مثلا بالقرب من المناطق الصحراويه ميه عذبه مثلا، برضو يبقى عندنا ترشيد في استخدام الميه طبعا. بص برضو حابب عندك في المناطق الصحراويه النهر النيل قريب منها. صحيح. بص هقول لحضرتك حاجه، زي تركيا مثلا الزراعه الصحراويه لابد احد الاساسيات المهمه اللي لازم ترعاها في الاعتبار اللي هو العائد على وحده الميه. يعني عائد على وحدتين، وحده الميه وحده الطاقه. لازم عشان تنجح الزراعه الصحراويه ما في استدامه واستمراريه توفر لينا، لابد ان العائد، مش توفر بس، العائد الاقتصادي المردود، يعني المردود الاقتصادي على وحده الماء، على المتر مكعب من الماء المستخدم او الكيلو وات طاقه المستخدم يبقى عالي. وده مرتبط بايه بقى؟ مرتبط بممارسات زراعيه، مرتبط بتكنولوجيات استخدام معينه، مرتبط بزراعات معينه. يعني لما تيجي مثلا تزرع محاصيل زي محاصيل تصديريه، خضر وفاكهه، نباتات طبيعيه عطريه، تعمل فود بروسيسنج، يبقى كده انت بتزود العائد على وحده وحده الطاقه. لكن لو هتصدر خام، هتصدر برتقانه يبقى العائد قليل. لكن لو هتصدر عصير برتقال او مربى او معجون يبقى كده العائد اعلى. يبقى العائد على وحده الميه المستخدمه في انتاج هذا البرتقال او هذا النوع من الصنف، او والعائد على وحده الطاقه المستخدمه هنا يبقى كبير. فبالتالي تستطيع هنا الاستمراريه اللي هي شرطين اساسيين، الاستمراريه والاستدامه. ان انت يبقى في عندك استمراريه في المشروع ينجح، في نفس الوقت ان وحده الميه ديت ما تبص منك، مش بعد فتره معينه صحيح. تلاقي ما فيش ميه، او تلاقي الميه حصل لها شكل من اشكال السلينيشن او التملح العالي جدا نتيجه سوء الاستخدام. طبعا المحصول فبالتالي هنا المشروع كله يهدد. يفشل او يهدد، او الطاقه عندك تبقى مكلفه جدا. ما انت عشان كده لازم تعمل دراسات جدوى. هنا بالظبط مهم جدا. بالظبط عشان كده اي مشروع زراعي قبل البدء فيه في الاراضي الصحراويه لابد ان يتم فيه اربع دراسات. دراسه جدوى ماليه، دراسة جدوى اقتصادية،
دراسة جدوى سوقية تسويق تسويق طبعا هتسوق فين؟ ما انت ممكن تعمل محصول تسوق ازاي؟ بالظبط هتسوق فين؟ ودراسة اجتماعية ماشي الجدوى الاجتماعية. مثل هذه الدراسات طبعا المستثمر يهمه أول ثلاث أنواع دراسات، جدوى المالية والجدوى الاقتصادية. الاقتصادية بمعنى what will happen if ماذا سيحدث لو كان التضخم عالي أو مستلزمات الإنتاج أسعارها زاد أو أسعار البيع قلت وأنت عامل هامش ربح جدوى الاقتصادية. جدوى المالية إن أنت بتحسب العائد على الفايدة الـ IRR اللي هو العائد وفترة زيادة رأس المال سواء الثابت أو المتغير وهكذا. الجدوى السوقية فين تعرف الأسواق اللي أنت هتسوق فيها منتجك والأسعار السوقية سواء داخلية أو خارجية. بس برضه التسويق يا دكتور شريف عايز يعني الدولة يبقى ليها دور. طب بص او حد يبقى يعني اللي هو الحلقه الوصل ما ينفعش مزارع يعرف يسوق لوحده مثلا خاصه عشان مزارع بسيط بالظبط المزارعين الصغيرين الدوله يبقى لها دور او مؤسسات تعبر عن هذا المزارع زي التعاونيات زي الروابط زي الاتحادات يساعدوه في التسويق مش بس في التسويق كمان مش بس في التسويق ده يساعدوه في توفير مستلزمات الانتاج بتاعته ويساعدوه في المعلوماتيه ويساعدوه في عمليه الارشاد وفي نسب برضه بالظبط وما فيش اشتراك بيشترك له فبالتالي احد المشاكل في الزراعه المصريه هي المؤسساتيه ان انت ما عندكش نظام بالذات للمزارع الصغير اللي هو المرشد الاول عايز مرشد يبقى يساعده ما هو الارشاد بداية. الارشاد الزراعي جزء من المؤسسات سواء التعاونيات سواء الروابط والاتحادات سواء عمليات الارشاد الزراعي ان المؤسسات التي تقوم بعملها حقيقه مش موجوده او لا تقوم بعملها بالشكل الكفء ومن هنا بد اعاده النظر في هيكله الارشاد الزراعي واهتمام الدوله بالارشاد الزراعي يعني الارشاد الزراعي هو جزء اساسي وحاجه اساسيه لانجاح منظومه الزراعه سواء في الصحراء او في الوادي هنا بقى الناحيه الاجتماعيه المردود الاجتماعي بقى او الدراسه الاجتماعيه طبعا المردود الاجتماعي هنا بقى وهي السؤال ما هي الفئات الاجتماعيه التي تستفيد من هذا المشروع او من هذا المنتج او التي تصلح كمان بالعمل او التي يمكن ان تعمل وتستفيد من هذا المشروع هنجد ان النقطه المهمه جدا وهي طب المشروع دوت العائد الاجتماعي بتاعه من خلال توفير فرص عمل دائمه بالذات الطبقات الغير اللي عندها الطبقات التي لا تعمل او الفئات الاجتماعيه التي لا تعمل او ان يوفر عمل او زياده دخول هؤلاء الافراد لدى هؤلاء الافراد فبالتالي يحصل نوع من انواع اللي يوفر فرص عمل دائمه لان يعني الزراعه خلي بالك ده مهم جدا انك تعمل مجتمع متكامل فمن هنا الجدوى الاجتماعيه ان انت مين الفئات الاجتماعيه المستفاده وايه نوع الاستفاده اللي هي استفاده هل هم كبار المستثمرين فقط والمصدرين ولا ايضا صغار المنتجين والمستهلكين والمزارعين ده سؤال لازم وده بقى دور مجتمعي ده دور دولة ده دور مؤسسات زي التعاونيات ومراكز البحثية انها تقوم بمثل هذا الدور الموضوع مش ان انا انجح بس لكن العائد الاجتماعي توفير فرص عمل تمكين مرأة ما دور المرأة وهل المرأة ليها دور في هذا الموضوع ولا لا توفير فرص عمل زي ما انا قلت زيادة الدخول وهكذا فالحاجة العائد الاجتماعي هو الامباكت بتاع دوت على الكلايمت على المناخ ومدى التأثير الإيجابي أو السلبي على التغيرات المناخية عشان تستطيع لأنك أنت ممكن برضو ترشيف يعني ترجع تاني وتبقى زي الزراعات التقليدية أو زي الأراضي القديمة كمزارع يعني أنت عايش في بيئة نظيفة وكل حاجة بس ممكن ترجع تاني لنفس الأخطاء والسلبيات إذا لم تراعي أخطاء وسلبيات التي حدثت في الوادي القديم يمكن دعوة من هنا صحيح. الزراعة في الصحراء هي زراعة مختلفة من خلال التركيب المحصولية من خلال نمط الإنتاج من خلال الاستغلال صحيح. من خلال كل عن الوادي القديم وده طبعا يمكن ده ختام كلامنا الزراعة اللي في الصحراء زراعة مختلفة عن الزراعة التقليدية أو الزراعة في الوادي القديم وزراعة متكاملة سواء كان في الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية زي ما أضفنا اللي شرفنا النهاردة الأستاذ دكتور شريف فياض أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الصحراء شكرا لك وشرفنا شكرا فندم ربنا يخليك شكرا تحياتي وبكده أعزائي المشاهدين تنتهي معكم هذه الحلقة من صباحنا المصري كنا معكم وكانت معي زميلتي أدا إبراهيم أشكركم وإلى ملتقى شكرا.